خطبت بنت تصلي وتصوم وتحافظ على الفروض، ولكن امي لا تريدها زوجة لي لخلاف بين اهلها ومصممة على ذلك، فهل اطيع امي ام ماذا افعل؟ هذا عليك طاعة امك، من الطاعة المعروف، الطاعة المعروف لا تنعاصي. الزوجة مهمة، فإذا كانت جيدة في دينها ومستقيمة فعليك ان تكلم مع الوالدة بأسلوب حسن والعبارات الطيبة حتى ترضى ان شاء الله، وعليك ان تقوم مع الزوجة بالنصيحة ايضا حتى تقدم الاخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة لامك، وتلاقى التباغض بينها وبين اهلك. فالمقصود انك على ترض بقول الإسلام، فعليك أن تعتني ترضي أمك وترضي من حولك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتنصح الزوجة بأن تستمع معهم الدين والكلام الطيب حتى يكون إن شاء الله على ذلك الاجتماع والبيان، وحتى لا تحتاج إلى الطلاق.